لأي شيء مهم جدا إن احنا في بداية حلقة النهاردة نبارك ونهني كابتن مصطفى عبدو انطلاق برنامج المجري حدث بالأمس وابتدى بحلقة تاريخية الحقيقة مع وزير دفاع الأهلي الكابتن حسن حمدي. حلقة كانت رائعة وكما هي العادة فيما يتعلق بالنادي الأهلي الحمد لله المركز الأول هو دايما مكاننا وكان هاشتاج وزير الدفاع والمجري هو الهاشتاج رقم واحد على مستوى مصر بالأمس. مبروك انطلاق البرنامج. لازم نتوجه بالتهنئة للكابتن إسلام الشاطر والأستاذ إيهاب الخطيب وطبعا مبروك للكابتن الكبير مصطفى عبده يعني عرض أول حلقات برنامج المجري على شاشة قناة الأهلي. طبعا كلنا سعدنا جدا بمتابعة هذا اللقاء الشيق مع كابتن حسن حمدي واللي يعتبر من أفضل القيادات اللي أدارت الرياضة في مصر بشكل عام. حسن حمدي ساب بصمة لا تنسى وأثبت إن هو بالفعل واحد من أنجح الشخصيات اللي ترأست النادي الأهلي على مدار تاريخه. مهما قلنا مش هنقدر نوفي حقه. حسن حمدي واسم كبير وإنسان مخلص جدا ومحب جدا للنادي الأهلي وما نقدرش ننكر كلنا إن هو بالفعل شخصية مؤثرة في كل الناس اللي عرفوه وكل الناس اللي كانوا بيتابعوه حتى من ايام ما كان لاعب وكل الناس بطبيعه الحال اللي تعاملوا مع يعني معاه. فاكيد بنتوجه بكل التهاني لكابتن مصطفى عبده. تعالوا بقى نبتدي مع